ازيكم؟ معكم سراسات. فيديو النهارده بيتكلم عن منظمات مش بقدر استغنى عنها في حياتي. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل الناس اللي اتفرجت عليا واحد واحد. عارفين يعني ايه واحد واحد؟ مش هتكلم اكتر من كده. ما تنسيش اللايك والاشتراك ويلا بينا نبدا الفيديو. اول منظم معايا المنظم الذهبي ده، هو متين جدا، كان حوالي 50 جنيه. احسن حاجه فيه ان الخانات بتاعته متوسطه، يعني ممكن احط فيه اطباق مسطحه او اطباق غويطه. حلو جدا ومتين، فلو انت عايزه تشتريه اشتريه. وكمان انا مستخدماه استخدام تاني، اللي انا حاطه فيه الصواني والكب كيك وكده، بس مش هيخش فيه الطاسات علشان هو الطاسه عريضه عليه شويه. بعد كده عندي المنظم الاطباق البلاستيك ده كان تركي، كان في حدود 35 جنيه، وفي منه مصر دلوقتي ب20 جنيه وكده. متين قوي وخامته حلوة، في منه ألوان بس بحب اللون الأبيض، فبرضو اشتريه. عندك بقى المنظم ده، كان فكرة منظم ايكيا اللي هو يعني بينظم المساحات في المطبخ. بس بصوا بيتهز معايا ازاي ده بقى. لو حد قالك ان هو بديل الايكيا او متين، ده كده نصاب عالمي، عشان هو مش متين نهائيا. وتفك مني، انا كنت جايبه اتنين، في واحد يتفك خالص، و يعني عايز واحد يحسس عليه بالظبط، فهو مش متين نهائيا. ده بقى ايكيا الاصلي، حلو ومتين وكل حاجه، بس طبعا في فرق شاسع بالاسعار. يعني ده الصغير ب 120 والكبير ب 165، والتاني 35 جنيه، كله على بعضه، ففي فرق طبعا في الاسعار. ده بقى انا كنت شارياه، كان بحوالي 50 جنيه، عجبني جدا. ده انت عارفين انا اشتريته كان ب 50 جنيه، ودفعت عليه توصيل 50 جنيه، من كنت بقى كنت محتاجاه، كنت جايباه من جروب في القاهره، بس انا مش فاكره الجروب خالص. ده برضو شكل بتاع ايكيا، وده حلو جدا ونفعني يعني بصراحه. ده بقى بتاع ايكيا، اللي ده بقى اللي بتاع ايكيا الاصلي. الميزه اللي فيه الفتحتين دول، عشان ممكن نركب كذا واحد فوق بعضه، لكن الاولين اللي هو لونه الابيض ما ينفعش نركب كام واحد فوق بعضه. تمام. ممكن برضو تنظمي الكوبايات بتاعتك في منظمات، ده انا بحبها قوي، جايباها عشان انا بحب الحاجات الخشبيه جدا، اعتقد باين. بس انا مشكلتي معاه ان انا ما بحط مج، مثلا بحط مجين قصاد بعض، باخد واحد بيقعد يتهز مني، عشان كده انا شلته دلوقتي، بس انا بحبه. ده بقى منظم زي الذهبي اول واحد، بس ده بقى رديء جدا. ده اول واحد اشتريه، ده بيغير لونه في ثانيه، حتى بصوا هتلاقي لونه مصدي، مع ان انا كده غسلاه ومنضفاه، لونه بيغير كده وضعيف قوي. فيعني عايزه تشتريه، هو ب10 جنيه، مش غالي بس مش حاجه اساسيه. نيجي بقى نخش بقى على البلاستيكات. المنظم البلاستيك ده انا بحبه جدا، حاطه فيه يعني بقسم بيه الحاجات، واحد اجهزه كهربائيه مثلا، واحد بلاستيكات، وده اللي انا هطلعه دلوقتي. ده انا حاطه فيه الحاجات بقى بتاعت الحلويات، عشان ما تقعدش تتوه مني في الدرج والكلام ده. حاطه فيه كل الحاجات اللي احجامها صغيره ومقسمهم، بس ما تحطيش فيهم حاجات تقيله جدا. في ناس بتستخدمها في التلاجات وفي الفريزر، وفي ناس بتستخدمها زي ما انا بستخدمها في اضرف المطبخ، فهو مفيد جدا. يعني ممكن تستخدميه في الدولاب، ممكن تستخدميه في اي حته، بس ما تشديش عليه قوي، عشان ممكن يدي تتقطم معاكي. وكان ب15 جنيه، ده برضو عملي جدا، وبيتعلق في درفه الدولاب طول الوقت. انا حاطه فيه الكيس اللي هي انا بحوشها الكرتون دي، وبحط فيها المشمع وكده. عجبني قوي، ده كان ب50 جنيه، في منه واحد ب25 جنيه المصري بتاعه. ده برضو منظم حلو قوي، في منه بقى اشكال كتير والوان كتير. ده انا حاطه فيه البلاستيكات برضو، ده بتستخدميه في اي حاجه، في الدولاب، بتستخدميه في الفريزر، في التلاجه. هو اصلا مكتوب عليه منظم تلاجه، بس انا ما بقتنعش بيه بصراحه في منظم التلاجه خالص، فانا بحط فيه البلاستيكات، بفصل الاطباق والغطيان عن الازاز. برضو ده جاف سكتي فقلت اقول عليه، ده بتحطي فيه زباله وانت بتشتغلي على الرخامه، عملي برضو. وده اخر منظم معايا، ده انا حاطه فيه الرز. على فكره هو حلو جدا، انا لسه بس ما فكتش الرز، بس هو حلو. كان بقيمه 90 جنيه اعتقد، بس هو بياخد 10 لتر، بياخد كتير يعني. المهم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتفعلي زرار الجرس علشان لو الفيديو نزل يجيلك. ويلا باي باي.